اليوم حاضر معاكم في الأحياء الذكرى المركزي في التظاهرة المركزية هذه، باش أولا نتقاسم معاكم باسم الاتحاد لوعتكم وألمكم، ألم مدام بسمة في فقيدة شكري بالعيد، ألم رفيقنا زياد في فقيده أمين عام حزبه حزب الوطنيين الموحد شكري بالعيد، ألم رفيقنا حمّة في فقيد عضو مجلس أمناء في الجبهة الشعبية الشهيد شكري بالعيد، وألمنا نحن وحزننا في فقيدنا وشهيدنا أميننا العام المساعد للاتحاد العام لطلبة تونس مؤتمر 18 خارق العادة للاتحاد العام لطلبة تونس. فقيد كل الديمقراطيين وفقيد الشعب التونسي. جينا باش نتقاسم معاكم الكل هذا الألم، لكن جينا باش نتقاسموا، خليني نقول معكم الكل باش ما نقولش مع الجزء الأكبر منكم العهد في جزء حاجات. فأنا أولا لن نستسلم حتى نعرف هوية القتل وليس الهوية يعني أعداء الحرية فقط، إنما من خطط ومن دبر ومن نفذ ومن سهل ومن تواطأ ومن غمض عينيه قدام حاجات، هذوما الكل لازم نعرفوهم شكون. لازم نعرفو الارهاب هذا اللي ضربنا في شكري بالعيد وفي حمد البران وفي الامنيين وفي الجنود، منين جاي وكيفاش قاعد يتعد وشكون قاعد يتواطئ معاه، ومادام الحقيقه مازالت ما تكشفتش بالنسبه لنا هي جريمه الدوله ليس جريمه ارهابيين فقط، مادام مازال هناك تستر هي جريمه الدوله ايضا وليس جريمه ارهاب فقط. نحن نقول فماش حاجة تعدى كيك، لو كان جاي كينيدي عنده جبهة كجبهة شعبية وحزب كحزب الوطن ومنظمات معاه مجتمع مدني معاه كل نهار أربعة، عنده مع مين يعمل وقفة دورية كل نهار أربعة توا عامين وما فيهوش، كان جاي عنده مناضلين كيما كيك راهم طلعوا شكون قتلوا. نحن في الاتحاد العام لطلبة تونس سنواصل العمل والحضور والضغط وكل أشكال المساند لمعرفة من اختار الشهيد شكري بالعيد ومن ساهم في اغتياله. حاجة ثانية اللي جينا باش نقسموها معاكم وباش نتعاهدوا عليها مع بعضنا هي أن نحن باش نواصلوا على خطى الشهيد، ومن يحب الشهيد يتبع خطاه. سنواصلوا على خطى شكري بالعيد في الدفاع عن الحرية وعن الديمقراطية وعن العدالة الاجتماعية، وأن نكون دائما وأبدا كما كان هو كمناضل في الاتحاد العام لطلبة تونس أو كمحامي أو كحقوقي أو كسياسي، كان إلى جانب الفئات الكادحة إلى الفئات إلى جانب الفئات الضعيفة إلى جانب الشباب إلى جانب المفقرين. نحن باش نتعاهدوا أن باش نكونوا دائما وأبدا ما ننحرفوش ونبقى على خطاه إلى جانب أبناء شعبنا، وشكرا جزيلا.